خلينا نبدأ من فكرة، هو أنا إمتى أحس إن الكلمات دي هدفها من اللي قصادي إنه يحرجني؟ يعني أحيانا ممكن يخني التعبير، أفرق بين الاتنين إزاي؟ سؤال ذكي جدا. أولا في كل واحد فينا عنده قيم. يعني إيه قيم؟ يعني حاجات هو بيعتز بيها جدا وليها معاني كبيرة جدا، وفي نفس الوقت في حاجات ممكن توجعنا. عارف اللي يضرب لك على الوتر الحساس؟ أولا لو كان فعلا هو ضرب على وتر حساس أو شيء بيألمني أنا، من غير أنا مش لازم أمشي أقول للناس كلهم إيه اللي بيوجعني وإيه اللي ما بيوجعنيش، صح؟ حاجة مثلا يكون ليا تجربة سابقة أو حاجة مثلا مثلا أنا مفتقداها أو بعاني منها، فدي لو حد سألني فيها بتوجعني. الحاجة التانية إزاي أفرق؟ طبعا لو حد يعرفني وعارف الموضوع أصلا، مثلا طب ليه أنت بتسألني تاني مثلا، أوكي؟ طيب في احيانا الناس يعني ده طبع فيها انه لازم يسالك اسئله محرجه. اقول لكم على حاجه، قصه كده سريعه. انتوا عارفين ايه اللي خلاني اتعلم الاتيكيت؟ شخص وانا بوجه له الشكر ان هو كان كثير النقد، كل حاجه يسالني اسئله محرجه. الكلام ده من حوالي 15 20 سنه مثلا، لدرجه ان انا حطيت علامات استفهام على نفسي، ايه ده، هو للدرجه دي كل حاجه فيها غلط؟ فانا ما كنتش برد. انا احب ارد عن علم. يعني ايه بقى؟ انا رحت درست العلم ده، اوكي. هو الواحد محتاج، ايوه، مش كان بيستفزني، كان بيثير عندي علامات استفهام، فبقول لحضرتك ما كنتش برد، ولكن ده دفعني. انا من النوع اللي لما حد يقولي على حاجه سلبيه براجع نفسي. طب هو الواحد محتاج ان هو يفهم نفسه قوي علشان يقدر ينمي مهارة الذكاء الاجتماعي طبعاً في التواصل مع الآخرين؟ طبعا أول حاجة في مهارة الذكاء الاجتماعي أو الذكاء الوجداني أو الذكاء العاطفي زي ما بنسميه، أول حاجة في الوعي بالذات، دي أول نقطة فيه. طبعا في نموذج للعالم كولمان بيقول كده، جولمان. النقطة الثانية هي فهم مشاعري، لازم أفهم مشاعري. يعني مثلا أنا دلوقتي اتضايقت ولا أحرجت ولا اتعصبت ولا إيه بالظبط؟ يعني لازم أسمي الألم ده أو الوجع أو الشعور حتى أعرف أتعامل معه. أنا مع نفسي كل ليها طريقة رد، كل حاجة. ده إحنا عندنا ياريت الناس كلها تدور كده على الإنترنت وتشوف دايرة المشاعر، حاجة فيها يمكن مئات المشاعر كلها نبعة من مشاعر أساسية بيتفرع منها فروع. لازم أعرف إيه نوع الشعور اللي عندي. النقطة الثالثة هي تقدير مشاعر الآخرين أو الشعور بالآخر. أنا لازم كمان أفهم إزاي حضرتك بتشعر لما أنا أكلمك بالشكل ده، أو حضرتك مثلا لما أقولك حاجة سؤال معين. لازم أفهم كمان لغة الجسد، لازم أفهم ردود الأفعال، اللي هي آخر حاجة عندنا في النموذج ده، اللي هي فهم التواصل أو الذكاء الاجتماعي فعلا، إن احنا نفهم الآخرين ونعرف إزاي نتواصل معهم. بالتأكيد العلاقات شيء مهم جدا، احنا كل حياتنا طول النهار والليل في علاقات، سواء علاقتك مع نفسك، علاقتك بالله، علاقتك مع أهل بيتك، علاقتك مع جيرانك، مع زملائك، مع أصدقائك. طيب من كلام حضرتك كده الأمر ما يخلاش، يعني صح. وأنا في الطريق وأنا نازلة من العمارة في صح. اتحاد الملاك عايز يجمع فلوس وواحد ملوش مزاج صح. في الشغل حد ما فيش كيمياء بيني وبينه، فطول الوقت نظرات وعبارات ما لهاش معنى صحيح. فالتعامل يبقى إزاي؟ أرد من غير ما أفقد هدوئي وسلامي النفسي إزاي؟ ده نقطة أساسية. بما أنك حضرتك ذكرتي الأتيكات وأداب السلوك وحسن التصرف، لو أنا عايزة أنزل لهذا المستوى وأخلي يعني الناس هي اللي بتتحكم فيا، فأنا سهل أنه أثار من أي شيء. ولكن دايما بقول خلي الريموت كنترول معايا بتاع نفسي. ما فيش حاجة اسمها هو استفزني، هو زقني، هو خلاني أخبط في العربية اللي قدامي، ما فيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها أنت المسؤول عن تصرفاتك. إذن لازم أنا أدرب نفسي، ودي حاجة بطمن الناس بيها إن إحنا ممكن ندرب نفسنا. ده ياخد وقت يا فندم؟ ياخد وقت إن أنا أسيطر على نفسي طبعاً. مهما كان الاستفزاز أسيطر على نفسي، ياخد وقت إن أنا أدرب نفسي، أبدأ أقرر. طالما أنا برجع البيت بتضايق، أول حاجة أبرمج دماغي وأبرمج عقلي إني أنا لازم محدش يستفزني أو محدش هو اللي يتحكم في مضايقتي أو مشاعري. هل في عبارات معينة أكررها على نفسي علشان أقدر أكون طبعا كده؟ طبعا تقدير الذات وحب الذات. إن أنا الحاجات اللي الناس بتنتقدني فيها مثلا، أنا راضية،
أنا ممتنة، أنا عندي نعم كتير، أنا شاكرة، أنا بحب نفسي، أنا عارفة أنه في نقاط محتاجة أحسنها، ولكن أنا اللي هشتغل عليها، أنا اللي هقرر إمتى أبدأ التغيير ده. ففي حاجات كتير جدا حديث النفس. نرجع تاني للنقطة، إزاي أتحكم في أعصابي؟ زي ما قلنا أول حاجة برمج دماغي. الحاجة التانية إن أنا دايما مش عايز أنزل لهذا المستوى، أو إن أنا أستفز أو أتعصب، فهرد الرد اللي أنا شايفاه. يعني هم عايزين مني مثلا فلوس للصيانة مثلا، طيب أنا مش قادرة دلوقتي، أو شايفة إن هم ملهمش حق مثلا، أو محتاجة منهم مثلا إثباتات، فأنا هرد الرد ده، طيب من فضلك اديني وقت مثلا ان انا اراجع نفسي، او حضرتك محتاج تقدم لي مثلا كشف الايرادات والمصروفات والكلام ده علشان نراجع ونتحقق منه، واكيد لو عليا حاجه هعملها. الردود الموزونه ليه؟ لان احنا بنفكر. على فكره مش من الشطاره ان انا اسال اي حد من حضراتكم ويرد فورا، الطبيعي انك تاخد ثواني ان انت بتفكر في الاجابه. فالسكوت معناها مش ان انا مش فاهمه، بس طبعا الناس بتبقى مستعجله، يقول لك ايه طب نقول تاني، او يقول لك ايه فهمت حاجه، او يقول لك مثلا اللزمات، او وصلت مثلا الحاجات اللي هي دي، ده مش فن تواصل خالص. ادي اللي قدامك وقت ان هو يفكر. لو انا برد عليك فورا انت تقول ايه، هي حافظه ولا هي بترد اي حاجه؟ فن التواصل الجيد ايه هي يعني أدواته. أدواته، أدواته وعناصره. إحنا عندنا ثلاث أدوات وعناصر مهمة جدا. أول حاجة الفيزيكال إيمج. يعني إيه الفيزيكال إيمج؟ يعني الصورة الصورة الجسدية كلها، شكلنا كله من أوله لآخره، بلبسنا. إحنا عندنا حاجات كتير جدا بتتكلم من غير ما نتكلم، يبقى بنسميها النون فيربال كوميونيكيشن، أو اللغة غير اللفظية. دي مهمة جدا وهتكلم عليها. النقطة الثانية الصوت، نبرة الصوت، دي مهمة جدا والتحكم فيها، وانتوا طبعا مذيعين وإعلاميين وعارفين أنا بقول إيه. النقطة الثالثة هي الكلام وانتقاء الكلمات. لو شفنا كده طبقا للدراسات هتلاقي أنه الصورة الجسدية بتاخد نسبة كبيرة جدا، والصوت بياخد نسبة كبيرة جدا، والكلام كمان بياخد يمكن أقل نسبة، ولكنه الفكرة كيف تقول مش ماذا تقول. يعني أنا ممكن أقول لك صباح الخير، ممكن أقول لك صباح الخير، أو ممكن تقول يوم سعيد، ممكن تقول يوم سعيد. في حاجات كتير طبعا، الإلقاء أكيد ده فن. لو هنتكلم بقى على الجزء الأول اللي هو لغة الجسد أو التواصل غير اللفظي، هتلاقي إن هي كل الأشياء اللي بتوصل رسائل ومعلومات أو معاني بدون كلام. يعني مثلا ممكن يكون الاكسسوار اللي في الجاكيت بتاع حضرتك ده ليه معنى، البروش مثلا أو المنديل اللي هو البوكيت سكوير، كل حاجة ليها معنى، الديكورات ليها معنى، طريقة القعدة، المعاني كتير وفن التواصل مش هيخلص.